طبعا هنفتكر برضو يعني واحد من أقطاب الدبلوماسية دكتور بطرس غالي، وأنا أعتقد أن حضرتك برضو تدخلت مرة في الدعاية التي كانت يعني تلزمه للتقدم لمنصب أمين عام الأمم المتحدة. دكتور بطرس الله يرحمه كان بيني وبينه علاقة غريبة جدا. في الأساس ما كانش فيه يعني دفء كبير جدا. أولا هو وزير دولة وأنا كنت لسه شاب في أوائل أو في منتصف الطريق، وبشتغل مع وزير آخر، فجي ترشح لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة. فعمرو موسى ندهني قال لي نبيل روح للدكتور بطرس وساعده في بلورة الحملة الانتخابية اللي هيعملها، لأنه كان ليه منافس. ليه منافسين كتير من أفريقيا، وخاصة من شيتزيرو من زيمبابوي. إنما كان في عدد منهم مهم. فدخلت على الدكتور بطرس ومفيش مشكلة بيني وبينه، مفيش ود يعني، العلاقة رسمية وباردة شوية. دخلت قال لي يا فندم، قلت له والله يا الوزير قال لي أجي لك، إنما لو مش عايزني أنا أمشي. الدكتور بطرس كان نبيه جدا ولماح وعنده خفة دم الصعايدة. فقال لي بيقول لي إنك أنت تعرف تساعدني في الحملة الانتخابية وإنك أنت عندك خبرة في الكلام ده. قلت له أقدر أساعدك بس بشرط إن نتكلم بصراحة. ضحك يعني، البرود اللي كان موجود ده اختفى بالكامل. قام على مكتبه ولف المكتب وقعد قدامي. قال لي احكي. ماذا افعل يعني؟ قلت له انا لو افريقي مش هصوت لك. عشان نبقى صراحه كده. احنا عندنا مسار صعب جدا صعود عليه لانه هيصوتوا للافريقي من جنوب الصحراء. امر طبيعي. في دي اول شيء. لو انا افريقي بحت الصوت مش هيجي لك انت. لان الصوت الطبيعي مش هيجي لك انت. ضحك كامل. قلت له الشيء الاخر انه كل المجموعات التقليديه اللي ممكن تأيدك كمصري مش تأيدك انت. ليه؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له العرب احنا لسه طالعين من كام ديفت. فمش هيأيدوا مصر. مكتوب علينا الى حد ما. مش هيأيدوا مصر في المرحله دي، في المرحله دي يعني. ضحك. قلت له المؤتمر الاسلامي بيبقى بيدور على مرشحين معينين. في صرعون الضحك. بيضحك بحماس يعني. قلت بعمل ايه؟ قول لي بقى كده، صريحني كده، ولازم نطول الموضوع ونضمن نفرين، دولتين يعني، الصين وامريكا. الصين تمنع اي مرشح غير افريقي عشان نطول الموضوع. مش حاجه اسمها اثنين افارقه بيتخانقوا فتختاروا لي اوروبي، لا. لا، لازم افريقي، خلوا الافارقه يصطفلوا. فأنا بحكي لحضرتك القصه دي، والدكتور بطرس من الجديه الى الابتسامه العريضه مستمتع من هو يعني عجبه الكلام كان يعني. نبيه جدا طبعا، وواقعي ويحب يعني يمارس. قال لي طب امريكا؟ قلت له امريكا ايه، نجنبها على جنب كده شويه. دول قرارهم هيجي في الاخر خالص، ما نستفزهمش، انما ما نحاولش نجذبهم دلوقتي، مش مستعدين. المهم الدكتور بطرس اقتنع بالنظريه دي، وقلت له انت يعني قدراتك وجاذبيتك في اوروبا في امريكا اللاتينيه، هنجمع دول كده بهدوء واحنا بنشتغل على الباقي. بكل امانه ادى الحمله الانتخابيه بتاعته 100 مره احسن من توقعاتنا. ونجح اسرع بكثير جدا ما توقعت. هو تقدم للأفارقة على انه من الجانب المتحدث بالفرنسية. تمام، مظبوط. النظرية كانت ايه؟ نقسم الأفارقة انجلوفون عشان ينقسموا يعني، مش شمال افريقيا وجنوب الساحل، لان هنخسر. شمال وجنوب هنخسر. فنقسمها ازاي؟ غرب وشرق. اللي مضحك ان احنا في الشرق وبنمثل الغرب. تقدمنا باسم الغرب. باسم الغرب. فصعب ان احنا نقولها جغرافيا، فقلناها فرانكوفون وانجلوفون. فدي كانت يعني برضه في الدبلوماسيه لازم دايما تستفيدي من الكروت اللي عندك. ايوه، وتفهمي الكروت اللي عند غيرك. ايوه، هنقعد نقاوح شمال وجنوب هنخسر.
فنطرح بنظريه مختلفه. وفي كان في مجال ان الفرانكوفون عايزين الناطقين بالفرنسيه عايزين رش. فالحقيقه ادى الحمله بكفاءه انا بقيت مبهور ازاي هو في هو في الاول استاذ علوم سياسيه فاخر الحقيقه وابن شارع مش بس يعني هو استاذ استاذ فاخر ومتعلم ومثقف انما كمان تقعدي تتكلمي معاه لا لا عايز يخلص يعني مش يعني من ناحيه سياسي ابن شارع يعني مش حكايه صحيح الحقيقة. صحيح ونجح والعلاقه بقى اتطورت معاه انما من يعني القصه دي تعكس امور كثير. اولا العلاقه كانت اصلا رسميه وبارده ومع هذا بيسمع استمع يعني عشان في الخارجيه دايما انت بتشوفي الجديد فبيتربى فينا فكره ان نسمع الغير فهو اصلا بيستقبلني ببرود لقى ان في حاجه تستحق التوقف بدا يسمع وبدا يعني عمليا انتقل من مكانه اللي يقعد جنبي وبعدين دخل عليه مدير مكتبه فقال له طيب نبيل يدينا كل حاجه واحنا نتصرف قال له لا نبيل يديها لنا وقت ما هو عايز يديها لنا عشان برضه يجيب توقيع الوزير فانا بحكي لك القصه دي ليه لانه بتعكس الجانب المؤسسي في الوزاره ايوه والكل بيشتغل مع كل حتى لو كان في مرحله ما في وجهات نظر مختلفه وانا بالنسبه لي كانت تجربه مفيده جدا برضه صحيح صحيح